مرحبا أنا هبة فيديو اليوم حلو كتير ومشوق حيكون في الفيديو شرح كامل وافي عن التحضيرات اللي بتسبق ولادة القطة وعن علامات قرب ولادة القطة وولادة القطة هلا أهم إشي لما يقرب موعد ولادة القطة في شغلات كتير لازم تكون جاهزة للولادة زي المكان اللي بدها تولد فيه أنا بالعادة بجهز لها غرفة كاملة بيكون فيها كل شي ممكن تحتاجه زي ما انتو شايفين هلا الشرشف هذا بيكون في عنا شغلات تانية بدنا إياها زي المقص زي جلفسات زي الوايبس زي يعني أي شريطة موجودة عندكم تكون نظيفة ومعقمة ممكن نستخدمهم في شغلات تانية هدول المقصات المقص ممكن نستخدمه إذا احتجنا إنه نقطع الحبل السري الفوط إذا احتجنا تنظيف الكتن وكمان في لازم يكون إلها البيت بيت إلها مخصص إلها أنا بالعادة بجهز لها بيت بس بستي ما بتولد فيه بستي بتولد على الشرشف اللي شفتوه بعدين بعد ما تولد وتخلص ولادة بتروح على البيت هذاك هلا هون زي ما انتم شايفين بستي بلش معها علامات انها قربت تولد اول اشي زي ما انتم شايفين بتنظف هي تحت بؤبؤ عينها كتير واسع زي ما انتم شايفين والتقلصات اللي انتم شايفينها هاي الثلاث شغلات بتدل على قرب ولاده القطه وفي شغله كمان مهمه اللي هي قله اكل القطه هاي كمان هاي الاربع شغلات بتدل على انه القطه فعليا اليوم بتحاول تولد التقلصات اللي انتم شايفينها هلأ هاي اكبر دليل هيك البسة خلص قربت آه تولد آه لازم نكون حواليها ما يكون في حوالينا ناس تانية لأنه القطة بتنزعج من هذا الحكي ولا قطة تانية وكمان شغلة آه هون انتم شايفين هلأ عنا هيبلش هون عنا آه بروز آه كيس الكيس هذا بدل على انه القط الرب يطلع يعني بعديها باذن الله ان شاء الله انه البسه ما بتطول بالولاده رح تضلها تقوم وتحاول تنظف رح نحاول نساعدها اذا احتاجت لمساعده هلا هون الحمد لله هي خلفت البيبي الاول سوري على المنظر بس انا كان لازم افرجيكم هذا المنظر عشان اشرح لكم كيف البسة بتولد هلا هون دائما انا معظم مرات بسسي بيحتاجوا لمساعده فبكون ماسكهم انا بشريطه المعقمه اللي حكيت لكم عنها وبستخدم المقصبة بعد تقريبا 2 او 3 سم عن جسم البيبي وبقص الحبل السري بعدين هون البسه خلص بمسحه شوي صغيره وبخلي اياه البسه بتكمل تنظيفه على الكامل بعد هيك بشوي ارتاحت بستي شوي بعدين بلشت تقلصات مرة تانية هيك بتكون خلفت القط التاني هيك هلا هيك خلفت القط التاني في هاي المرحلة بستي حبت انها هي تفوت على, على البيت خلتها تفوت على البيت وامورها تمام الحمد لله وكل شي كويس والحمد لله بعد نص ساعة تانية كانت الحمد لله والد القط الاخير وارتاحت وامورها تمام مية مية في هذا الوضع لازم احنا نجيب البسة نحط عندها اكل أه, نحط لها مية لانها بتكون تعبانة ومش قادرة أه, وان شاء الله انه كل امورها كويسة وكل شيء تمام بتمنى انه ان شاء الله انا اكون شرحت لكم الاشياء اللي أه, بتحتاجوها في الولادة واي اسئلة تانية بتقدروا تكتبوا لي بالكومنتات وان شاء الله بنجاوب عليها كاملة